مستمرين معاك يا كابتن اسامه. طبعا بينضم لنا في هذه الاثناء الكابتن سامر عبد الرحمن، ودي مشهد والروح الرياضيه دايما اللي بنقول عليها كابناء النادي الاهلي، سواء الكابتن ياسر رجب والكابتن سامر عبد الرحمن. كابتن سامر، خليني تحيات الكابتن اسامه حسني، كابتن حشيش والدكتور احمد ثابت. مباراه راحت وجت اكتر من مره، لكن خلينا دايما بنقول رهننا على شخصيه لعيبه النادي الاهلي، رهننا على اللعب الاخر دقيقه. سلم طبعا على الكابتن اسامه والدكتور احمد والكابتن حشيش، وبهني الكابتن ياسر. على فكره احنا لعبنا مع بعض انا والكابتن ياسر 4 سنين في النادي الاهلي، مع ان هو اكبر مني، لكن احنا انضمنا للفرقه بتاعتي على الفرقه الكابتن ياسر فتره من الفترات. هني عامل قطاع كويس، شفت 3 ماتشات ما شاء الله، فرق منظمه. اعتقد احنا النهارده اثر علينا شويه الاجهاد، لعبنا 3 ماتشات منهم سافرنا مرتين في اسبوع، فطبعا 3 ماتشات في اسبوع مع الاتحاد والمصري وبيراميدز، 3 ماتشات بره ملعبك فيهم سفريتين، اعتقد ان ده كان مأثر قوي النهارده في العمل البدني مع الفرقه. الحمد لله في الاخر قدرنا ان احنا تظهر شخصيه النادي الاهلي واللعب على الفوز لاخر دقيقه. الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع بالفوز، الحمد لله. هيفرق معانا جدا لان احنا عندنا المباراه اللي جايه مع امبي المنافس المباشر ليك، فاعتقد ان الحمد لله المباراه خلصت، قدرنا ان احنا رغم الاجهاد البدني الواضح جدا قدرنا ان احنا نخرج بالفوز، ودي حاجه الحمد لله بتميز تملي طبعا النادي الاهلي، الروح القتاليه العاليه واللعب على الفوز لاخر اللحظه. كابتن سامر، اخيرا سريعا، اخر يعني حاجه قلتها للعيبه ما بين شوطي اللقاء؟ صراحه عدلت، اتكلمت على الروح، ما عجبنيش الاداء في الشوط الاول في بعض الاوقات، رغم ان احنا سيطرنا على اول ربع ساعه بعد الهدف. كان ممكن بعد ما جبنا الهدف ان احنا نجيب هدف تاني، كان هيفرق معانا جدا، لكن بعد كده الريتم زي ما قلت الريتم البدني وقع شويه. اشتغلت على ان احنا نلعب ضاغط، من عدلت شويه تكتيكيا في بعض في الشكل التكتيكي يعني، قدرنا ان احنا نجيب هدفين بدري جدا في اول في الشوط، فرقوا معانا جدا. كان المهم ان احنا نهدف في اول الشوط عشان نقدر ان احنا نرجع في النتيجه يعني. شكرا كابتن سامر، وبالتوفيق في المباراه اللي جايه باذن الله. شكرا.